السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كلشي لاباس؟ كي دايرين مع شي برد وشي كزوزات؟ اليوم ان شاء الله غنوجد معكم المملحات. دابا هذه الحشوه اللي غنديرها معكم، يلا خليكم مع المقادير. هنا البنات غندير معكم واحد المملحات زوينين، تيجيو لذاد وزوينين. المهم عندي هنايا الديك ديال هذا لادانت، قطعت طريفات هكايا البنات صغيور بحال هكايا. عندي بصله مشلضه كركوبه كبيره، وعندي فليفله وحده حمراء، وعندي هنايا قزبر ومعدنوس، عندي هنايا قجده طريه ديال الطياب. ها هي كنت عندي خاصني ندير دانون، ولكن عندي عي هادي، ما عنديش دانون مسوس، غندير عي هادي. عندي هنايا زيت العود هكايا، عندي واحد التوابل ديما تناخذهم، فيهم القرنفل، فيهم القرفه، فيهم سكينجبير، هذا تعطي واحد النسمه زوينه. وعندي واحد صعيطره هكايا في الاخر غنديرها واحد رشيشه هكايا. عندي هنايا سكينجبير، عندي هنايا البزار، عندي الخرقوم ها هويا، عندي واحد القريصه ديال الفلفله حاره، وعندي مليحه. صافي هادشي اللي كاين، يلا خليكم معايا دابا سميتو نرد هادشي غنديرو يطيب بين ما تشحر شي شويه عاد نرمي عليه سميتو لادان. يلا خليكم معايا. صافي هنا البنات غندير هنايا الفلفله وهذا البصله بحال هكايا. صافي وغندير عليهم زويتات العود. ها هي صافي بين ما تشحر هادشي، بين ما تشحر وغندير عليها سميتو، ندير عليه لادانت وندير التوابل وداكشي. يلا هانتوما خليكم معايا البنات. هنا البنات ندير العجينه مورقه ان شاء الله. عندي هنايا جبانيه كبيره ديال لافارين غنديرها، وعندي مليحه حتى هيايا. صافي وعندي الزبده، الزبده تكون شويه قاصحه. صافي غنبقى نبسبس فيها هكايا حتى تدخل فيها سميتو، ندخل فيها هذا لافارين هكايا. يلا خليكم معايا البنات باش ما نطولش الفيديو، نبسبسها ونرجع معاكم. صافي البنات ها هي بسبستها هكايا، دابا غندير فيها مويه بارده بارده، والعجينه ما تكونش جاريه، ما جاريه ما قاصحه، شويه بشويه نبداو نديرو في الماء. الضروري هاد العجينه المورقه ما خاصهاش تكون جاريه، تكونش العجينه ديالها دايره مرخيه. صافي غنزيد شي شويه عين قيطه بحال هكا. صافي تنبقى نبسبس بها هكايا، نجمعها هكا. نقيطة صافي هانتوما البنات راه قاصحة، شتيو؟ ما قاصحة ما جارية، هانتوما بحال هكايا. صافي البنات ها هيايا وجدات، دابا غنسرحها باش ندير فيها سميتو، ندير شويه ديال هذا ديال لافارين. دابا نسرحها باش ندير فيها سميتو العجين، هذيك سميتها الزبده، الزبده المورقه راه كاينه في ليدان البنات. هادي تندير هادي، هادي ما فيهاش ليدان بزاف، ما فيها كاع ليدان. هادي هادي ديال المورقه هي اللي غنديرها دابا. يلا خليكم معايا البنات،
طبعا نسرحها. يلا خليكم معنا صافي البنات، ها هي درت شحرات شي شويه. دابا غندير سميتو لادان صافي، ونخليه حتى يطيب شي شويه هكايا، ونخوي عليه اللقامه وداكشي. يلا هانتوما خليكم معايا صافي البنات، هاهي سرحت هادي الزبده. دابا غنبدا نجمعها هكايا. تخرج لا ليدام لا والو. اللي ما عندوش هذه يدير هذه البنات، هذه في الحال بارد انا تندي في الحال بارد تنديرها، ولكن ملي تيسخن الحال ما ديروش هذه الاخرى اللي ديروها، هذه فيها ليدام بزاف حال بارد. يلا هانتوما خليكم معايا. دابا غنبدا نسرح فيها. صافي البنات، دابا غندير التوابل. ها معايا غندير الربع، وغندير هذيك سميتو اللي قلت لكم فيها القرنفل وداكشي، ديروا منها عيش شويه. صافي هادشي اللي كاين، وعاد من بعد ندير هذا القشده. صافي نحرك. نخلي هادشي يطيب شويه عاد نرجع ندير القشده الطاريه. دابا غندير القشده نديرها. اللي عنده دانون مسوس يدير دانون مسوس. صافي نخلي هادشي يطيب ونرجع معاكم. يلا خليكم معايا صافي البنات. دابا نسرحها ندير ليها، بس ما عنديش البلاصه كبيره يعني. صافي ونبدا نجبد. صافي نبدا نسرحها هكايا البنات. الا بغيت سميتو الا بغيت نرجعها ما نديرهاش هكايا، حيت غيخسر ليا داك التور اللي تندير. غنديرها هكايا باش ندفع هكايا باش نروليها هكايا. دابا هاد التور الاول وغنزيد التور الثاني. دابا البنات درت ليها التور وحده وغنزيدها التور الثانيه. ضروري مره مره تزيدوا هذا لافارين هكايا. سبحان الله هذا ايه زليفه صغيره ما كبيرهش، وتبارك الله خرجت بزاف. هذه غتخرج بزاف ديال هذا لاباط وراقة. صافي غنبقى هكايا
دابا هذه التور الثانيه. صافي دابا غادي نزويها هكذايا، نجيب هادي هكا هادي تاني تور، بقى ليا التور التالتة وصافي. دابا غنخليها حتى ترتاح شي شوية البنات ونرجع معاكم ترتاح شي شوية. غندير لها البلاستيك الغذائي خليها ترتاح هكذا شي شويه صافي. ما نديرها لا في الثلاجه لا والو. يلا هانتوما خليكم معايا. صافي البنات هي ارتاحت شي شويه، دابا غندير لها تور اخر صافي. هذه هي الاخرى باش نخدم بها ان شاء الله ترتاح عيشي شويه صافي. واحد شي 5 دقائق هكايا تترتاح صافي. ندير شويه لافارين، ضروري لافارين البنات من التحت ومن الفوق. صافي نبدا نشوف كي طايعه، شتيو كي طايعه ملي تترتاح ساهله. نبقى ندير الفرينه في الجناب في التحت باش ما تلصقش لينا. نفس الشيء ثاني ندير لافارين صافي البنات هكايا صافي. تندير هكدا صافي. دابا غنبدا نخدم فيها نوريكم بعدا. نقطع على جوج باش نوريكم كيفاش هادشي. هانتوما البنات شوفوا هنايا كيفاش مورق هنايا. هانتوما البنات شتيو مورقة مخيرة. يلا خليكم معايا البنات. صافي البنات هاهي الحشوة درتها معاكم هاهي هيا بردات. درت فيها واحد شويه الشعريه الصينيه، درت فيها واحد المورسو عيس غيور وصافي. دابا هيا بردات، دابا غنبداو العجينه نسرحو فيها. غنسرحو العجينه ها هي اللي صايبت معاكم ها نتوما تتشوفوا. صافي نسرحها باش نشكلها سميتو وغنديرها في هاد اللويطه. غنديرها هنايا البنات ديال سميتو ديال الكيك غنديرهم هنايا. يلا هانتوما خليكم معايا البنات.
صافي دابا غنسرحها، ما خصناش نرقوها بزاف باش تبان مرقه من يطيب. دابا نحيد هاد الجنيبات هكايا، نحيد هكايا الجناب، صافي تنشوف القياس اللي بغيت ندير هكدايا. صافي هانتوما البنات خاص تكون هاك هيا، يلا هانتوما خليكم معايا. صافي البنات من هنايا ملي تنقطعها تنديرهم هنايا نخشيهم هنايا. صافي تنديرهم هنايا هانتوما تتشوفوا، وعاد نخشي الحشوه هنايا. صافي الاخرى حتى هي نفس الشيء. صافي هانتوما البنات، يلا هانتوما خليكم معايا تنكمل الكميه كامله باش ما نطولش الفيديو. صافي البنات هانت انا فين درتهم دابا هانتوما تتشوفوا. دابا غنعمرهم غندير ليهم هاد الحشوه اللي درت ديال العدند. ها هي يا يلا هانتوما خليكم معايا البنات، كل شويه كل معلقه نعمر بها هكايا تتجي زوينه ولذيذه. صافي ومني تنكمل البنات تندير فوق منها الفخوماج فرماج وشوية زعتر هكايا فوق منها. صافي وهاد البلايص هاد الودينات هادو تندير ليهم شوية البيض هكايا. صافي البنات هامايا دهنتهم بسميتو بالبيض، درت البيض ومع الحليب دهنتهم من الجنيبات بحال هكايا باش يجيو عاطين واحد اللون هكايا. دابا غندير ليهم هذا، غندير ليهم شويه ديال الفرماج من الفوق بحال هكدايا. تيجيو زوينين البنات والداد. صافي وندير فوق منهم زعيطرة هكايا الزعتر. صافي ها هو الزعتر البنات، ندير زعيطره حتى هيايا. صافي دابا غندخلهم الفران البنات ونرجع معاكم، يلا خليكم معايا. وهادو هما المملحات البنات اللي درت معاكم، هانتوما تتشوفوا كيفاش يجيو نوريكم. تيجيو مقرمشين وزوينين، والباط داك العجينه المورقه شوف كيفاش تجي طبقه على طبقه شتيو، تيجيو زوينين. بغيتو تعمروهم بالحوت، بغيتو تعمروهم بهذا بالكفته، باي حاجه بغيتو تعمروا بهم هانتوما تتشوفوا كيفاش يجيو. تنتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو، تشاركوا في القناه باش يوصلكم جديد، وتبارطاجيو مع عائلاتكم وصحابكم. يلا خليتكم على خير، بسلامه.